إذا توضأت وغسلت عضوا مرتين وآخر ثلاث وآخر أربع فهل يكون الوضوء صحيح أم لا بد من التساوي في العدد؟ جزاكم الله خيرا. أما الوضوء فهو صحيح لأنك غسلت العضو غسلا كاملا، وأما العدد أنه المجزي مرة واحدة تعم العضو، المجزي من الغسلات في اليدين والرجلين واليد مرة واحدة تعم العضو، والفضيلة ثنتان، الفضيلة ثنتان والثلاث أفضل. إذا من فريضة واحدة والفضيلة اثنتان والثلاث أفضل اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأما الرابعة فإنها لا تجوز لأنها زيادة على المشروع. فإذا تعمد الإنسان أنه يغسل أربع مرات في اليدين أو الرجلين فإنه يأثم بذلك، لأن هذا يعتبر من الابتداع في الدين ويعتبر من التنطع والغلو الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. فأعلى الكمال ثلاث مرات وأدنى الكمال مرتان والمجزي مرة واحدة والحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.